الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، ما زلنا في جلسات فقه السادة الشافعية في شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين، آمين. فصل في أركان الصلاة. والركن هو جزء الشيء، جزء الشيء المحقق لهويته، جزء الشيء المحقق لهويته الذي ينبني على عدمه العدم وعلى وجوده الوجود، يعني يؤثر في حال العدم وفي حال الوجود. الركن يؤثر في حال العدم وفي حال الوجود، أما الشرط فيؤثر في حال العدم فقط. أركان الصلاة أي الأشياء الضرورية التي داخلة في الصلاة نفسها، بحيث أنه لو فقد منها واحد بطلت الصلاة، دي أركان الصلاة. وتقدم معنى الصلاة لغة وشرعا، فاكرين أنتم زمان قال الصلاة لغة الدعاء، وشرعا كما قال الرافعي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة. فاكرين الكلام ده للي بيذاكر، الله أعلم بتذاكره ولا لا. آفة العلم عدم الاستمرار فيه. تملي نشرح كتاب تلاقي أول مجلس الجامع مليان، تاني مجلس نص الجامع، تالت مجلس ربع الجامع، عاشر مجلس خمسة ستة. فآفة العلم عدم الاستمرار فيه، وعدم الاستمرار علامة عدم الصدق، صدق الهمة، لأن ليس كل مخلص صادق. فالإنسان ساعات يبقى مخلص لله وعايز يتعلم، عنده إقبال، لكن صدقه ضعيف، والصدق علامة الهمة، والهمة هي اللي تؤدي للاستمرار. أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل، فالعمل لابد أن تكون مخلصا وأن تداوم عليه. فآلة الدوام هو الصدق، وآلة العمل الصالح هو الإخلاص. يبقى تقدم معنى الصلاة لغة، الصلاة لغة الدعاء، لكن في الشرع لها تعريفات كثيرة، لكن الإمام الرافعي عرف تعريف ارتضى معظم العلماء وقالوا قال فيها هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة. يقول أركان الصلاة 18 ركنا، لأنه هو زودها هنا 18 ركن، لعدنا عدة طمأنينة في كل ركن ركنا منفصل فزادت، لكن قلنا الطمأنينة ركن واحد موزع على سائر الأركان فحتقل، لأن جالك في الركوع قال لك الركوع والاطمئنان فيه، والرفع من الركوع والاطمئنان فيه، والسجود والاطمئنان فيه، والجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيها، واخد بالك؟ فزود كلمة الاطمئنان زودها، لكن احنا لو خلينا الاطمئنان ركن منفصل بحيث انه يكون موزع على سائر الاركان هيقل عدد. احدها واولها النية، يبقى اول ركن في الصلاة النية. والنية عرفناها، احنا اتكلمنا عليها كتير قبل كده، فترجع لدرس النية الأولاني خالص.
حتى تعلم أن النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. فما فيش بقى واحد عام يجي يقول أنا خارج من بيتي حصل لي صلاة كذا، ليه أنوي تاني؟ ده من العوام. فهمتني إزاي؟ ده اسمها إيه؟ العزم. فرق بين العزم والنية. حتى لو واحد قابلك في الشارع يقول لك على فين العزم؟ مش كده برضه؟ تقول له رايح أصلي العشاء، وأنت في الطريق تخش تصلي العشاء تلاقيهم ما أقاموش الصلاة، تصلي تحية المسجد وسنة العشاء القبلية وتقعد تنتظر الإقامة وبعدين تقوم تصلي العشاء. فلا بد انك انت تحدد نيتك مع تكبيرة الإحرام، دي تحية مسجد، دي قضاء حاجة، دي صلاة فائتة، دي صلاة العشاء الآن، وهكذا. يبقى لازم تكون مقترنة بفعله. يبقى النية الشرعية هي قصد الشيء أو العزم على الشيء مقترنا بفعله وأوله، وتكون أول الفرض غالبا، تكون أول الفرض غالبا. ولما كانت تكبيرة الإحرام أول الفرض في الصلاة فيبقى النية مقترنة معه. واضح؟ محلها القلب. وقلنا عند الشافعية يستحب انك انت تتلفظ بها كوسيلة لإعانة القلب على الاستحضار بسبب انشغال القلب طول النهار في أعمال الدنيا وما يطرأ على الإنسان من عوارض. محلها القلب. فإن كانت الصلاة فرضا وجب نية الفرضية. قلنا نويت صلاة فرض العشاء، لازم تقول الفرض، ما تقولش صلاة العشاء. فرض العشاء لابد التنصيص على الفرضية. وقصد فعلها، عشان كده بتقول نويت صلاة، ادي قصد فعل الصلاة. قصد الفعل تترجم في كلمة صلاة، وفرض العشاء الفرضية. وتعيينها من صبح او ظهر مثلا. وعشان كده كان يقول لك ايه يا سائلي عن شروط النية، الفرض ايه؟ القصد والتعيين والفرضية، ثلاث حاجات. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية، ثلاث حاجات. كويس؟ دي شروط نية الصلاة. لابد ان تقصد الصلاة، وعشان تقصد الصلاة لابد انك تبقى متوجه للقبلة، ساتر العورة، واقف في المكان الطاهر، مش كده برضو؟ متوضئ قبلها. وبعدين تنصص انك انت تقول نويت صلاة، صلاة مش نويت مطلق الذكر، لان الصلاة مخصوصة، ذكر مخصوص، ليه هيئة مخصوصة، وليس ذكر مطلق. وعشان كده لابد انك انت تقصد وتعين وتذكر الفرض، خصوصا لو كانت كمان ايه نافلة راتبة، فبرضو لازم تعينها نافلة راتبة. سنة العشاء بعدية، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، سنة التراويح، سنة الاستسقاء، سنة صلاة العيد. إذا كانت من الأشياء المعروفة المعينة لابد أن تعينها. لكن لو سنة تحية المسجد مطلق، صلاة داخل المسجد من أول ما تدخل دخل فيها سنة تحية المسجد، مش شرط أنك أنت يعني تخصصها، لكن لو خصصتها لا بأس. لكن ممكن تدخل المسجد وتصلي سنة الظهر القبلية ويندرج فيها حتى ولو لم تنويها سنة تحية المسجد. أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة أو ذات سبب كالاستسقاء، وجب قصد فعله وتعيينه للنية إيه؟ لنية النفلية. نية النفلية في مطلق التطوع، نويت صلاة ركعتين لله، الله أكبر، ده مطلق تطوع. واضح؟ والثاني القيام مع القدرة. ثاني حاجة لابد لما تيجي تشرع في الصلاة تشرعها من قيام، إن كنت قادرا على القيام. والقيام مع القدرة ركن من أركان صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فلك أن تصلي من قعود مع القدرة، ولك نصف أجر القائم، وتكون الصلاة صحيحة. يبقى الثاني القيام مع القدرة عليه. فإن عجز عن القيام إلا معتمدا، يعني مستندا، يبقى يصلي مستندا، يصلي بجوار جدار كده ويستند على الجدار، طالما لا يستطيع أن يقف إلا معتمدا على شيء أو على عكاز، فيبقى يصلي معتمدا على العكاز. طالما يستطيع القيام معتمد، فيبقى
القيام مع القدرة مستقلا بنفسه غير معتمد على شيء ركن. إن لم يستطع القيام مع القدرة بغير اعتماد مع الاعتماد على شيء كعصا أو جدار أو سارية من سواري المسجد، يبقى وجب عليه أن يصلي قائما معتمدا ولا يذهب إلى الجلوس، إلا إن لم يستطع القيام معتمدا كمان، واضح؟ ساعتها يجلس بقى، ويبقى هنا عجز عن القيام. يبقى لا يسمى عاجزا عن القيام إلا لو عجز عن القيام مستقلا أو عجز عن القيام معتمدا، واضح؟ يبقى الترتيب كده: أقف قائم مستقل، عجز، قائم معتمد، عجز، يجلس. أي جلسة؟ أي جلسة، وأفضلها جلسة التشهد الأوسط. إذا كانت ركبه تسمح له يبقى أفضل الجلوس، لأنها هيئة من هيئة الصلاة، فيبقى بيصلي بهيئة من هيئة الصلاة، بحيث لو واحد دخل عليك وانت قاعد الهيئة دي يعرف أنك بتصلي على طول، لأن دي هيئة من هيئة الصلاة اللي هي جلسة التشهد الأوسط، يسموها جلسة الافتراش. طيب، جلسة الافتراش دي بتألمه، ركبه وجعاه، يبقى أي جلسة تريح، أي جلسة تريح، كويس؟ فإن عجز عن القعود يبقى يصلي على جنبه، جنبه الأيمن، كويس؟ عجز عن الجنب الأيمن على الجنب الأيسر متوجها للقبلة، يبقى ينام على جنبه الأيمن كده زي صلاة الجنازة وباصص للقبلة ويصلي على جنبه إن عجز عن القعود. وإن عجز عن الجنب الأيمن لألم فيه يصلي على جنبه الأيسر. فإن عجز على الجنبين يصلي مستلقيا بحيث تبقى قدميه للقبلة ونظره إلى القبلة، واضح؟ مستلقيا بهذا الترتيب يعني. فإن عجز عن القيام قعد كيف شاء وقعوده مفترشا أفضل. طب ليه مفترشا أفضل؟ لأن دي هيئة من هيئات القعود في الصلاة، مش أجنبية عنها يعني. والثالث تكبيرة الإحرام. العجيبة بقى أن الثلاث أركان دول بيبقوا مندرجين في بعض، الثلاث أركان دول بيتعملهم في بعض في لحظة واحدة، تبقى قايم تكبر وتنوي، كل دي ثلاث أركان داخلين في بعض مصحوبين بسنة وهي رفع اليد عند تكبيرة الإحرام. عشان كده سئل الإمام الشافعي أول ما نزل العراق، كانوا يحبوا يمتحنوا العلماء لما ينزلوا بلد جديد، فالعلماء يمتحنوا امتحان شفوي، فسألوا الإمام الشافعي كيف تبدأ الصلاة؟ سؤال في ظاهره سهل، لكن أما يجي إمام زي الإمام الشافعي يجاوب لازم يجاوب بعمق عشان يدل على عمقه، فقال لهم أبدأها بفرضين وسنة، أبدأها بركنين وسنة، أما الركنان فالنية والتكبير وتكبيرة الإحرام، والسنة رفع اليدين. فمن إجابته دي أيقنوا له بالإمام، لأن لو سأل واحد تاني ما كانش هيجاوب كده. يعني هو إيه قال كده، إحنا بننقل كلام الإمام الشافعي اللي قال، واخد بالك؟ لكن إحنا ممكن نزود كمان نقول إن القيام كمان يبقى بثلاث أركان وسنة، لكن اكتفوا من الإمام الشافعي بالإجابة دي الفصيحة وأيقنوا له بإمامته في العراق رضي الله عنه. إنما الاثنين اللي قالهم الإمام الشافعي يستوي فيهم كل المسلمين، سواء صلى بقى مفترشا، صلى على جنبه، صلى مستلقيا. فإجابة الإمام الشافعي عميقة، فصلاة مطلقة. والثالث تكبيرة الإحرام، فيتعين على القادر بالنطق بها بأن يقول الله أكبر، ما يقولهاش بلغة تانية إلا لو عجز عن اللغة العربية، لكن لو يستطيع ينطقها وهو حتى ما يعرفش معناها لازم ينطقها طالما استطاع نطقها، الله أكبر. وعند الشافعي يقول لك لو قال الله الكبير تمشي، الله الكبير تمشي. بعض المذاهب غير الشافعية قال لك لو قال الله العظيم تمشي، كويس، زي الأحناف، الله المجيد تمشي عند الأحناف. الشافعية لا،
لازم الله أكبر دي أكملها، أو مشتقة من أكبر زي الكبير، غير كده ما ينفعش، ولا بد أن تكون الله مبتدأ وأكبر بعدها، ما يقولش أكبر الله مثلا، ما ينفعش تبطل صلاة، فلا بد أن هو يكون يراعي اللفظ نفسه. فيتعين على القادر بالنطق بها بأن يقول الله أكبر، فلا يصح الرحمن أكبر ونحوه، ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ كقوله أكبر الله. ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء، ولا يعدل عنها إلا إلى ذكر آخر. ويجب قرن النية بالتكبير، يبقى لابد النية تكون مصاحبة للتكبير. اقتران حقيقي، إذا كانت النية مع القلب يبقى اقتران حقيقي، اقتران عرفي تبقى سابقة لها مباشرة. يبقى اللي يعجز ان هو يحضر النية في قلبه مع الله أكبر، بحيث يخلصها مع راء أكبر ويبدأها مع همزة الله، يبقى ده اقتران حقيقي وهو ده المطلوب. اللي يعجز، لأن دي عايزة تدريب، اللي يعجز عن ذلك يبقى يقول نويت صلاة فرض العشاء أداء مقتديا الله أكبر، يبقى ده اسمه اقتران عرفي، واخد بالك؟ لأنه سبقها. أيوة، ما احنا انت اصلا جاي متاخر. لو جئت منذ لحظات قلنا ان عند الشافعيه يستحب التلفظ بها باللسان كوسيله لاستحضارها بالقلب، للي يعجز عن انه يحضرها في قلبه، لان تحضير القلب دي عايز تدريب، واحيانا الانسان ياتي من عمله يكون مشغول، وطالع من تجاره مشغول، وجاي من السوق مشغول، حصلت له حادثه مشغول، عنده الم في جسمه شغله، فلما يجي يحضرها مع الله أكبر يمكن قلبه يتعبه شوية أو يتأخر شوية، فيقوم يقول باللسان بيعين القلب، لكن هي أصلا محلها القلب. وإذا اختلف اللسان عن القلب انعقد ما في القلب، يعني أنا قايل في قلبي العشاء وبعدين لساني قالها مغرب، انعقدت عشاء، واضح؟ لأن هي أصلا محلها القلب. يبقى ويجب قرن النية بالتكبير، وقلنا الاقتران إما حقيقي وإما عرفي يعني. وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية. الإمام النووي قال بيكلم بقى كل الناس، لأن الاقتران الحقيقي ده عايز ناس مدربة نفسها، فالإمام النووي قال إيه، نكتفي بالاقتران العرفي تيسيرا على الناس، لأن في واحد يبقى مهتم قوي في النطق الله أكبر بيقولها وتركيزه في الله أكبر، تيجي تقول له وانت بتقول الله اكبر كمان ركز دي صلاة ايه، وعين الفرضية واقصد الفعل، كل ده في وقت واحد تلخبطه. وعلى شكل الامام النووي قال لك ايه، رفعا للحرج نكتفي بالاقتران العرفي، اللي هما الناس احنا واحنا صغيرين قالوا لنا ايه ما تيجي تصلي، بس احنا المذهب الشافعي في مصر متوارث، كان يعني يقول لك ايه ابوك وانت صغير اول ما بدات تصلي يقول لك اقف يا ابني جنبي قول نويت صلاة العشاء الله اكبر، مش كده؟ بس التعليم ده تعليم ناقص، لانه لازم يقول نويت صلاة فرض العشاء، لان لابد ان هو ينصص على الفرضية، واضح؟ فيبقى ايه، بيعلمك الاقتران العرفي نويت صلاة فرض العشاء مثلا، لانه هو تلقاها من الاجداد والاباء على مر العصور وكانوا علماء، واخد بال حضرتك؟ عشان كده نلاحظها الحكاية دي. ويجب قرن النية بالتكبير. وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية، بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة. الأكمل كمان أنك أنت لما تنوي تستحضر جميع أفعال الصلاة بعدد ركعاتها، عشان النية تنسحب على كل ده بقى إيه، الناس اللي هم الأكابر قوي، لكن إيه لرفع الحرج عن الناس يكفي بس إنه يقولها بالطريقة دي، ثم ينسحب لوحده على باقي أركان الصلاة وأفعال الصلاة إلى آخره. وعلشان كده كانوا زمان يعلمونا يقول لك نويت صلاة فرض العشاء 4 ركعات عشان تنسحب لكله. يا نص حتى يتكبر إيه؟ شفت بقى إن الكلام اللي كانوا بيعلموه لنا الأجداد هو ده اللي صواب،
والكلام اللي قالوه شوية العيال اللي طلعوا اليومين دول اللي اتعلموا الدين من الكتاب مباشرة، وقالوا ناس لا ما تنويش وبقوا يصلوا كده بغفلة، هو ده الخطأ. عشان تعرف ان ما عليه العوام أصوب مما عليه هؤلاء المتعالمين. شفت بقى ازاي؟ فتاخد بالك من هذا. وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية، بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة. والرابع قراءة الفتح، لأن قراءة الفتحة يشترط فيها القيام مع القدرة. قراءة الفاتحة يشترط فيها القيام مع القدرة. يعني أنا بصلي خلف إمام بيطول قوي في الصلاة مثلا، وأنا أقدر إن أنا أقف لمدة مثلا 5 دقايق، لكن ده الركعة في إيده بتاخد لها ربع ساعة ونص ساعة، يبقى أقف بقدر الفتحة، لأن هي دي اللي مطلوبة. يشتغل في السورة أقعد بقى ما يجراش حاجة، أقعد لما يقول بقى الله أكبر أروح واقف وأقول الله أكبر وأركع. واضح؟ ليه؟ لأن القيام مطلوب للفاتحة ومسنون للسورة. واضح؟ فدي نقطة مهمة عشان ما يتخانقش الناس مع الإمام إذا طول. هما بيتخانقوا ليه؟ طول عليهم وظهره وجعه وركبه وجعاه. لو هو فقيه يسيب الإمام يطول أو بيسمع قرآن ونعمة ويقعد بعد الفتح، ويبقى قاعد مستريح مبسوط والإمام مبسوط وكله مبسوط. لكن الجهل يؤدي إلى إيه؟ الخصام. فهو بيبقى واقف مذنب نفسه مسكين، والراجل إنه عايز يركع، واللي مش حافظ قرآن يحس انه ايه قاعد بيغرف في بحر، مش دريان هيركع امتى، لا عارف الربع نهايته فين ولا بتاع، فواقف طبعا غرقان. لكن اللي حافظ القرآن مش قلقان، عارف ابتدى بالسورة الفلانية غالبا هيركع بالربع الاول، زود شوية هيركع بالربعين، زود شوية هيختم بالسورة ما يجراش حاجة، لانه حافظ القرآن مش هيبقى متضايق. انما المضايقة بتيجي من الجاهل اللي مش حافظ القرآن، هي دي المشكلة. فلازم نحفظ الناس القرآن تاني، نرجع تاني الأجيال حافظة لكتاب الله. يعني كان أيام مثلا أجدادنا كان الناس يقولوا لنا كده، تروح الشارع تمشي، تروح السوق مش عارف تشتري من البقال، تلاقي كله شغال بيقرأ في ورده، بيقرأ في ورده، كلهم حافظين القرآن. البقال واللي بيشتري من البقال واللي خضري كله شغال بيقول ورده، كله حافظ القرآن. ما شفناش إحنا الأجيال دي، أنا جدي كان يقول لي كده. كل الناس ماشيه بتقول وردها، حتى الفلاح راكب الحماره بتاعته ورايح السوق الغيط الصبح قاعد برضه ايه شغال بيقول في ورد. كل الناس حافظه ما شاء الله، كتاتيب في كل نجع في كل قريه وكله حافظ ما شاء الله. لما ضيعنا حفظ القران وقفلنا الكتاتيب واكتفينا بوزاره التربيه والتعليم المنحوسه، الناس بقت ايه تتخانق في المساجد، لانه بقى اجيال طالعه مش حافظه القران ولا بتعرف تقرا للاسف. فلازم نرجع تاني نصحح المفاهيم، ونرجع تاني نشغل وقتنا ونعمره بذكر الله. والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالإيه؟ كالبيت الخارب. يبقى الرابع، أول حاجة احنا قلنا النية، تكبيرة الإحرام، القيام مع القدرة، أدي 3 أركان، وبعدين قراءة الفتح. أو بدلها لمن لم يحفظها وعجز تماما، فرضا كانت الصلاة أو نفلا في كل ركعة. بالتقييد ده كله، الفتحة بتتقرف كل ركعة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من ده، أصل مذهب الشافعية كده. يعني لو ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم صلاته باطلة. واضح؟ يجهر بها مع باقي الفاتحة في الجهر، ويسر بها مع باقي الفاتحة في السر، البسملة عند الشافعية كده. ويشترط في الفتحة إن هو يراعي الشدات اللي فيها، الفتحة فيها كذا شد عدوها، يقول لك يجي 13 شد. يعني لازم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، شدة إياك مهم، لأن لو قال إياك نعبد، قال إياك هو الضوء، كأنه بيقول نورا أو ضوءا نعبد وضوءا نستعين، قال إياك هو الضوء، فلابد يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يشدد. الشدة دي مهمة، تبطل الصلاة بغيرها وتصح صلاة العام بها ولا تصح لغيره. واضح؟ لحين ما يتعلم. الضالين، شدة الضاد، شدد اللام، المد 6 حركات،
كل ده لازم يراعيه. ما يقولش الضالين، ما ينفعش. يراعي التشكيل الذي يؤدي إلى فساد المعنى. ما يقولش مثلا صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمته، أنت بتتكلم على نفسك ولا بتخاطب الله أنعمته؟ فلا بد يفتح. فلو صراط الذين أنعمت عليهم تفاعل بطلت صلاة، لازم أنعمت عليهم. الله، شدت الله، شدت الرحيم، شدت الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كم شدة. إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله. شدة كمان ايه؟ اقعد عد بقى، تقعد تعد في الشدات دي، تلاقي شدات مهمة تاخد بالك منها، تغير المعنى، واخد بالك؟ فلا بد من مراعاة مثل هذه الأشياء. لا بد في الفاتحة الموالاة، الموالاة يعني الآية ورا الآية ورا الآية، والترتيب. ما يقولش مثلا إيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. يبتدي بالانتهاء، ما ينفعش، لازم بالترتيب ولازم بالموالاة، ما يفصلهاش بفاصل طويل عرفا ولو بدعاء يبطلها. يجي مثلا إيه إياك نعبد وإياك نستعين، استعنت بالله وتوكلت على الله، اللهم أعني على ذلك، بطلت صلاة. ما ينفعش، لازم يجيبها على بعضها ورا بعض. واضح؟ المأموم مش مشكلة، لأنه بيقول كده لما بيسمع من الإمام. لكن الإمام لو عمل كده، أو المنفرد قال كده في صلاته في فتحته، بطلت صلاته، فلا يفصلها بدعاء إلا إن كان فاصل ضروري زي التأمين خلف الإمام، يبقى ساعتها ما يبطلش موالاتها. يعني أنت بتقرأ الفتحة مع إمامك، فأنت لسه في نص الفتحة، الإمام خلص عايز تقول آمين، اقطع وقول آمين وكمل، ولا يقطع موالاتها التأمين، ولا يقطع موالات الفاتحة عطسة مثلا أو كحة، إلا إذا طالت كح وشرق وقعد يكح تاني وشرق وطلع المنديل وقعد يتف ومش عارف، طالت المدة يعيد من الأول إذا طال الفصل. واخد بالك؟ كل دي الحاجات دي لازم يراعيها في الفاتحة دون السورة. بقى السورة مش مهم، براحتك تقف تدعي بعد كل آية وآية، تتعوذ بين كل آية وآية، تجيب آية من سورة البقرة بعدها آية من سورة آل عمران بعدها آية من سورة النمل بعدها آية من سورة الأنعام، ماشي كله حلو في نفس الركعة، فاقرأوا ما تيسر منه. هو ده اللي تيسر، انت عايز منه ايه؟ مش ربنا يقول فاقرأوا ما تيسر منه؟ هو ده اللي تيسر. فإذا بدأ في سورة الفاتحة ودخل في البقرة مثلا، وبعدين في نهاية آية تشبه نهاية آية في آل عمران، فراح داخل في آل عمران، سيبه ما تردوش، لأنه هو فيما تيسر منه، ما زال في قرآن، ولا هو انتقل للتوراة والإنجيل، ما هو ما زال بيقول قرآن برضه. فلازم نراعي مثل هذه الآداب، ولما ما بنراعيش هذه الآداب بيحصل جلبة في المساجد. سيب الإمام أو بيقول، حتى إن الإمام محي الدين ابن عربي يقول لك إن الإنسان لما يكون بيقرأ في سورة ثم ينتقل ذهنه إلى غيرها دون عام تعمد، فده تجلي ربوبي يريد منه الله أن يتعبده بهذه الآية، فعليه أن يسترسل معه ولا يقاومه، لأن ده أدب بقى مع الله بقى، إن هو خرجك من آية إلى آية، ده يريد منك إنك تلتفت لهذا المعنى، مش انك انت تلتفت للمعنى اللي انت بترتبه، لا، ده المعنى اللي ربك بيرتبه لك اولى. واخد بالك؟ كل دي اداب لطيفه يعني. فالمهم انك انت الفاتحه هي اللي مهمه، الفاتحه هي اللي يرد فيها، الفاتحه هي اللي لابد انك انت تضبط فيها كل شيء، لابد، لانها ركن، ولابد انها تبقى فيها موالاه، ولا تفصل الايات بدعاء الا لو اعتزت وقلت الحمد لله ماشي. واخد بالك؟ لكن ما تطولش عن كده بقى. ما هو لو كرر الآية كثيرا بحيث أنه يقطع الموالاة برضو إيه؟ يبقى فيها أزمة. الفاتحة دي أصلها عاملة زي الدواء في الصلاة، بتصلحها لأنها ركنها، فلابد أنك أنت تعملها بقدرها. واضح؟
عايز بقى انت تتمعن فيها اقراها مرة تانية بعد الفاتحة. يعني افرض واحد مش حافظ من القرآن الا الفاتحة، هيقرا الفاتحة في الركعة ويقرا الفاتحة بعد كده سورة سنة، هيقراها الاول ركن وبعدين يعيدها تاني سنة، ما انت السنة انك انت تقرا الفاتحة والسورة. هو مش حافظ الفاتحة، يقرا الفاتحة مرتين، الفاتحة الاولانية ركن، الفاتحة التانية سورة، ويركع ويتمعن فيها زي ما عايز بقى، وهو بيقولها كسورة يتمعن فيها زي ما عايز، ويقف عند كل آية ويدعي زي ما عايز، ما عندناش إشكال. واضح؟ ما يجراش حاجة، اللي متعمد هو بطل. طيب مش الفاتحة سورة؟ ما هي سورة من سور القرآن يا سيدي، متعمد صحيحة، صلاته صحيحة. آمين عند الشافعية جهرا إماما ومأموما، وعند الأحناف إذا جهر فيها كانت صلاة جهرية فهيجهر فيها، وإذا كانت سرية فسرية فيها. بس ويقولوا آمين تاني ما بتديش. ما هو يجوز الوصل، لكن لو وقفت والناس قالوا آمين معاك صحيح، مفيهاش حاجة، لأنها دعاء. أصل الفاتحة دي دعاء. ما يجراش حاجة، لا بأس، لا قالوا قالوا، ما قالوش ما قالوش، سهلة. ولا تقيدهم بشيء، لان كده صح وكده صح. وعلشان كده ايه، الواحد امتى يسكت؟ يسكت بعلم، ما يتكلمش في حاجه مستويه الطرفين، واخد بالك؟ يعني انت عندك الاحناف مثلا التامين عندهم سرا خلف الامام، الاحناف كده. مره كنت في كراتشي، فلما شافوني انا راجل عربي كده قدمونا اصلي بيهم، هم احناف، فانا قريت الفاتحه جهرا، وانا لقيت نفسي بقول امين على عادتنا احنا الشافعيه. بصيت لقيت الجامع كله ساكت، وانا اللي بقول امين بصوت عالي، كلهم ساكتين، لانهم احناف. الاحناف كده، الاحناف يقول امين سرا خلف الامام، ما يجارش، واخد بالك؟ ما يجراش حاجه، ده خلاف مذهبي، تمشي الامور. وامين ايه فيها مد بدل، امين ده اسمه مد بدل، وده مشهور عند ورش. آمين، ولك تمد حركتين وأربعة وستة، آمين. اللي ما يعرفش القراءات يقول لك أمين، بتسمع ناس بيعملوا كده، لأنه جاهل، اللي يعمل كده جاهل، واخد بالك؟ ما يعرفش إن في قراءة بتقول آمين كده، هو ده اللي صح. يعني اللي عليه العوام هو اللي صح، ما يجيش بقى يخالف العوام. كل العوام بيقولوا آمين وهو في الميكروفون أمين، ايه القطعة دي؟ فهمت؟ فلا يصح انك تخالف في امر صحيح. اعتادوا الناس، والا هتعمل بلبلة في الناس، الناس تروح. احنا طول عمرنا بنقول امين، والشيخ ده ماله بيقول امين كده ليه؟ هو مين اللي غلط فينا؟ احنا ولا هو؟ ويصير شوشرة بلا داعي، واخد بالك؟ فطالما الناس ماشية على الصح، خليك مع الناس مع الصح. والرابع قراءة الفاتحة أو بدلها لمن لم يحفظها فرضا كانت الصلاة أو نفلا، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها كاملة. ومن أسقط من الفاتحة حرفا أو تشديدا أو أبدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته إن تعمد، وإلا وجب عليه إعادة القراءة، ويجب ترتيبها بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف، ويجب أيضا موالاتها يعني وراء بعضها، بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس. فإن تخلل الذكر بين موالاتها قطعها، إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه، أو التحميد للعاطس، كل ده يمشي، فإنه لا يقطع الموالاة. ومن جهل الفاتحة وتعذرت عليه لعدم معلم مثلا وأحسن غيرها من القرآن، وجب عليه سبع آيات متوالية عوضا عن الفاتحة أو متفرقة إن لم يحفظ متوالي. يعني هو لو مش عاجز عن قراءة الفاتحة خالص، تحاول تحفظها مش فايدة، قل له يا أستاذ ومش حافظ سبع آيات متوالية، قل له قل بسم الله الرحمن الرحيم سبع مرات،
بسم الله الرحمن الرحيم، 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. صلاته صحيح. سبع آيات قالهم كرر. واضح؟ سهلة يعني، ديننا سهل، فوش تعقيد. هو مش قادر يحفظها لكن بيعرف يقرأ، يبقى يقرأها، تكتبها له في ورقة وتقرأها. أو يستطيع أن يجيب ملقن، يجيب ملقن يلقن له آية آية ويقعده ويدي له أجر على كل صلاة، يبقى موظف عنده، كل ما يجي الصلاة يجي له الملقن ويدي له على الصلاة 10 جنيه 5 جنيه، يدي له زي ما يدي له، إذا كان يعني إيه يستطيع أن يجد من يلقنه. كل دي بتحصل أطوار، واحد يجي له جلطة في المخ بعد ما كان حافظ القرآن، صار محتاج أنه حد يلقنه، تحصل أطوار يعني، مش بتبقى كلام أي كلام. واحد جاله نوع من الزهايمر لما كبر في سنه وابتدت الحاجات تطير منه مع انه كان حافظ كويس، يحتاج ابنه يلقنه او يكتبها في ورقه ويقراها بقدر الفاتحه. كل ده لابد انه يراعيه، لابد انه يقراها بحركه اللسان والشفتين، مش يجريها على قلبه يعني، يقف كده وشغال بقلبه كده، صلاه باطله لانه لم يقرا، لان حديث النفس لا يسمى قراءة. واضح؟ فما ينفعش يجريها على قلبه، لابد من حركة اللسان والشفتين عشان يبقى اسمه قرأ الفاتحة، فلا يجريها على قلبه ويكتفي بذلك. السورة ممكن يجريها على قلب السورة لأنها سنة، إنما الفاتحة لا، لابد من حركة اللسان والشفتين للضرورة. كل دي تفاصيل تاخد بالك منها. يسمع نفسه عشان يبقى اسمه قارئ ويبقى في حركة نفس، لأن القراءة في السر لابد أن تكون معها نفس، مش مثلا كده حرك شفايفه لكن ما فيش نفس، دي مش قراءة برضه، دي تمتمة كده بالشفتين. لابد أن هي بسم الله الحمد لله رب الرحمن الرحيم، يبقى في نفس طالع مع الحروف عشان تبقى قراءة، واخد بالك؟ وإلا ما تبقاش قراءة، لأن الحديث بيقول إيه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. شوف يقرأ، فلا بد أنها تبقى قراءة، نص النبي على ذلك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان اللي يقترب من النبي في الصلاة السرية يسمع النبي بيقول إيه، لدرجة سامع أنه في صلاة مثلا الظهر قرأ سورة الطور، في صلاة الظهر قرأ سورة تبارك. عرفوها منين؟ إلا أنه كان يسمع نفسه، والقريب منه كان ممكن يلقط بعض الآيات، فلا بد القراءة تبقى بهذه السورة. ومن جهل الفاتحة وتعذرت عليه لعدم معلم مثلا وأحسن غيرها من القرآن وجب عليه 7 آيات متوالية عوضا عن الفاتحة. طب عجز عن 7 آيات متوالية يبقى أو متفرقة، فإن عجز عن القرآن خالص مش حافظ حاجة ولا حتى قادر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، عاجز عن هذا، أتى بذكر بدلا عنها بحيث لا ينقص عن حروفها، فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وقف قدر الفاتحة. واحد نسأل الله السلامة أصابته جلطة منعت لسانه من الحركة، كويس، فما يعرفش إن هو يجريها على لسانه، يوم يعمل يجريها على قلب، خلاص وتبقى صلاته صحيحة لأنه ده أقصى ما يستطيع. طب مش قادر يجريها على قلبي علشان عنده الجلطة أثرت على تركيزه فمش عارف حتى يجريها على قلب، يقف بقدر الفتحة بس، يقف بقدر الفتحة كده وبعدين يقول الله أكبر. كل ده بتحصل عوار للإنسان في حال حياته. وفي بعض النسخ وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منه. والخامس الركوع، وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلق سليم يديه وركبتيه أن ينحني بغير انحناس أو انخناس، أحسن انخناس، قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، ولو أراد وضعهم عليهما، فإن لم يقدر على هذا الركوع انحنى مقدوره وأومأ بطرفه. أدنى الركوع عشان تبقى اسمك راكع، أدنى الركوع لمعتدل الخلقة إنه ينحني بحيث إيديه طول ركبتيه، يعني هو مثلا معتدل الخلقة اللي هو مين؟ اللي هو ما يعمل إيديه كده أهو وتاخد المقاس من أول صباعه ده لصباعه ده يطلع طوله، ده معتدل الخلق، كويس؟
لو خدت المقاس ده وطلع اقصر من طوله يبقى دي قصيره، ولو طلع اطول من طوله يبقى دي طويله ذو اليدين. النبي قال له كده ذو اليدين، لانه كان لما يبقى واقف ايديه توصل لركبتيه وهو واقف، فسمى النبي ذو اليدين. فاحنا بنتكلم على معتدل الخلق. معتدل الخلق ادنى الركوع ايه؟ انه ينحني بحيث اول ما رجلي ايديه توصل لركبتيه يبقى ده اسمه راكع. كويس؟ يبقى ده ادنى الركوع. طيب عملت كده وما وصلتش الركبتين يبقى انا لسه ما ركعتش. واضح؟ لازم اوصل لكده. ده ادنى الركوع. يعني لو عمل اقل من كده صلاته باطله كانه ما ركعش. طب واكمل الركوع انه يساوي ظهره يبقى زاويه قايمه كده. ينزل كده ويمسك ركبتيه وايه وما يخنس ويخلي راسه وظهره ايه خط مستقيم كده. ده اكمل الركوع. واضح؟ يبقى لازم تعرف ادنى شيء واكمل شيء. وعرفت حد معتدل الخلق. ولو اراد وضعهما عليهما فان لم يقدر على هذا الركوع انحنى مقدوره واومأ بطرفه. الموضوع ده هيفيدك بعد كده، علشان لما يقول لك لما تنسى التشهد وانت الى القيام اقرب ما ترجعش، وانت الى الركوع اقرب الى الجلوس اقرب ترجع. فيبقى لازم تكون عارف للقيام اقرب لما تعدي حد الركوع تبقى بقيت للقيام اقرب. لو عديت حد الركوع يعني ايدك عدت عن ركبتك خلاص ما تطولهاش يبقى انت كده للقيام اقرب، يبقى ما ترجعش في التشهد الاوسط. واخد بالك؟ لو ايديك لسه تحت ركبتيك يبقى انت للجلوس اقرب، يبقى اقعد وتذكر. كل ده هيفيدك في حاجات تانية بعد كده في تطبيقات. وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه بحيث يسيران كصفيحة واحدة ونصب ساقيه وفخذيه. يعني يخلي ركبه مفرودة ما تبقاش متنية لقدام، تبقى منصوبة كده رجليه، يعني يبقى زاوية قائمة باللغة بتاعت الهندسة. كويس؟ ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بيديه، ويمسك ركبتيه بإيديه ويفرق صوابه حوالين الركبة. دي أكمل هيئة، اللي هي هيئة النبي في الركوع صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث بقى الطمأنينة في الركوع، مش مجرد أنه يلمس ركبتيه يروح قايم على طول، لا، ده لابد يوصل لمرحلة تسكن أعضاؤه. حتى تسكن أعضاؤه يبقى في حد فاصل بين الحركة والحركة التي تليها بسكون، هذا السكون يسموه الطمأنينة. فلابد يبقى فيه طمأنينة، وهي سكون بعد حركة فيه، أي الركوع. والمصنف يجعل الطمأنينة في الأركان ركنا مستقلا، ومشى عليه النووي في التحقيق، وغير المصنف يجعلها هيئة تابعة للأركان. والسابع الرفع من الركوع والاعتدال. يرجع تاني لما يقول سمع الله لمن حمده، يعني يرفع من الركوع يرجع لحاله أيام ما كان بيقرأ الفتح، ساعة ما كان بيقرأ الفتح بنفس الحالة مستقيم تماما. والسابع الرفع، لا عندنا لا، بيبقى مسبل يديه حال الرفع من الركوع، بيرفع يديه سنة سمع الله لمن حمده وينزلها مسبلا إياه. أما وضع اليمنى على اليسرى دي حال قراءة الفاتحة والسورة بس، لا توضع هكذا إلا حال قراءة الفاتحة والسورة، لأن القيام ركن طويل، فلما بتحط إيدك بتحبسها من الحركة. انما الرافع من الركوع ركن قصير فمش محتاج تحبس ايد. مفيش حاجه ورد عن النبي ان هو، لا ما سمعناهاش، لكن شفنا الجماعه الالباني بس هو اللي عمل كده، واخد بالك، استنتاجا منه في كتاب ايه صلاه النبي او كانك ترى صلاه النبي كانك تراها، ليه كتاب الالباني. يعني ما فيش في المذاهب الاربعه المشهوره حد ما يقول سمع الله لمن حمده يحط ايديه اليمنى، في المذاهب الاربعه كلها، واخد بالك، لا حنابل شافعية ولا مالكية ولا حنابلة ولا أحناف. ما تبطلش صلاته أصلا، صلاته صحيحة، لأن دي مش أركان أصلا. حتى لو قرأ الفتحة وإيديه مدلدلة كده ما يجراش حاجة. نهى النبي عن الصلاة مختصرا بس، يعني ما تحطش إيديك في وسطك كده وتصلي بس، لأن النبي نهى عن تصلي مختصرا، لأن دي هيئة المتلاعب. كويس؟ انما بعد كده عملت ايدك كده حطيتها كده ما يجراش حاجه، حطيتها كده شويه ونزلتها شويه ما يجراش حاجه، كل ده صحيح.
بس انا سمعت زمان والسابع الرفع من الركوع. خلينا في الاركان نخلصهم طيب عشان نخلص بس الاركان على بعض. والسابع الرفع من الركوع والاعتدال قائما على الهيئه التي كان عليها قبل ركوعه من قيام قادر وقعود عاجز عن القيام. يعني اذا كنت بتصلي قاعد ترجع لقعدتك الاولانيه، اذا كنت بتصلي قائم ترجع لقيامك الاول. والثامن الطمأنينة فيه أي الاعتدال. والتاسع السجود مرتين في كل ركعة، وأقل السجود إيه؟ مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها بغير حائل، يعني ما تبقاش العمة نازلة لحواجبه ويسجد على العمة، ده سجود باطل ده عند الشافعي. عند الأحناف عند الملكية يمشي بس مع الكراهة، لكن الشافعية تبقى سجود باطل، لابد جزء من الجبهة ولو بسيط يلمس الأرض. وأكمله أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أمرت أن أسجد على إيه؟ سبعة أعضاء، مش كده برضو؟ ده أكمل السجود، سبعة أعضاء، الجبهة واليدين أدي ثلاثة، الركبتين أدي خمسة، وباطن أصابع القدمين أدي سبعة، مش كده برضو؟ يبقى أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وخد بالك ان النار لو دخلها المسلم العاصي النار للتنقية لا تأكل مواضع السجود منه، ولا تأكل نار التنقية صورته، يعني يفضل هيئته صورته واضحة باينة ما تشوهاش، لا تشوه صورته ولا تأكل مواضع سجوده. واخد بالك مواضع السجود منه. يبقى نار التنقية لها خاصية غير نار الكفار، نار العذاب. المسلم مش هيخش نار عذاب، نار تنقية، لكن الكافر هو اللي هيخش نار العذاب الجحيم اللي هو هيخلد فيها، نسأل الله السلام. والعاشر الطمأنينة فيه تاني جبهة تاني، أي السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقة رأسه. أما يجي يسجد ما يبقاش إيه مستحفز لورا بحيث ايه مش متقل تقله على الارض. في ناس يبقى مستحوذ لورا كده بحيث يدوب راسه نفس الارض، لا، ده انت تسجد تقلك يبقى على الجبهه موصل للارض، تقلك بحيث لو كنت على قطن القطن ايه يهبط، ولو بتسجد على ايد واحد يقوم يحس بثقل جبهتك. واخد بالك ده مهمه الحكايه دي، لان في ناس يبقى مستحفز لورا كده وساجد فبيبقى كل تقله جاي على ورا مش على الارض، فده ما يبقاش سجود كامل لكنه سجود صحيح تصح به الصلاه لكن ما ياخدش ثواب السجود الكامل. بحيث ينال موضع سجوده ثقه لراسه، ولا يكفي امساس راسه موضع سجوده بل يتحامل، بحيث لو كان تحته قطن مثلا لانكبس وظهر اثره على يد لو فرضت تحته. والحادي عشر الجلوس بين السجدتين في كل ركعه سواء صلى قائما أو مضطجعا، وأقله سكون بعد حركة أعضاء اللي هو الجلوس بين السجدتين. وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد فيه، فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح، لازم يجلس. وعشان كده اللي ينسى سجدة ويقف وتذكر أنه عليه سجدة ثانية ينزل قاعدا مش ينزل ساجدا، لأنه هو كده لما وقف ضيع ركنين، الجلوس بين السجدتين والسجدة. فلما يتذكر ينزل الأول يجلس عشان يجيب ركن الجلوس بين السجدتين ثم يسجد. في دي نقط مهمة ناخد بالنا منها، يعني إذا نسيت سجدت سجدة واحدة ورحت واقف هتقرأ الفتحة افتكرت إن هي سجدة واحدة، تعمل إيه؟ ما تنزلش ساجد، انزل جالس عشان تجيب الجلوس بين السجدتين ثم تسجد بعد ذلك. واضح؟ والحادي عشر الجلوس بين السجدتين، والثاني عشر الطمأنينة فيه أي في هذا الجلوس بين السجدتين، والثالث عشر الجلوس الأخير. قال لك الجلوس لقراءة التشهد الأوسط مش من الأركان، ما جابش سيرته لأنه هيجيبه لك بعد كده في الهيئات والأبعاد، فاهم؟ قال التشهد الأوسط ما جابش سيرته، قال قراءة السورة ما جابش سيرتها، قال رفع اليد مع تكبيرة الإحرام ما قالش، يبقى ما جابش سيرة السنن اللي هي الأبعاد والهيئات.
هو بيكلمك هنا على الأركان، عشان كده ما جابش اللي سكت عنه يبقى مش أركان، واضح؟ والرابع عشر، الرابع عشر التشهد فيه أي الجلوس الأخير. أقل التشهد إيه؟ التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ده أقل التشهد. أفضل التشهد عندنا تشهد سيدنا عبد الله بن عباس، وعند الأحناف تشهد عبد الله بن مسعود، عند الشافعية اختاروا تشهد عبد الله بن عباس، قالوا لأن في زيادة الزكيات والمباركات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ففيها زيادة. وكان هو إيه كمان؟ لتأخره، سيدنا عبد الله بن مسعود كان قديم الإسلام عن سيدنا عبد الله بن عباس، فكون سيدنا عبد الله بن عباس يروي التشهد يبقى ده آخر ما كان عليه النبي، فلده سبب تقديم تشهد ابن عباس على تشهد عبد الله بن مسعود، وان كان الاثنين تصح الصلاه بينه، لكن احنا بنتكلم في الايه، في ايهما افضل. الشافعيه قالوا الافضل تشهد عبد الله بن عباس لتاخره، والنبي طالما اخر ما كان عليه النبي اولى مما كان عليه اولا لاحتمال النسخ والتبديل في الاحكام، ثانيا لوجود المباركات والزكيات في الثانية ما فيهاش المباركات، تحيات الله وصلواته لله السلام عليك، هنا الطيبات المباركات. وفي بيقول كمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هناك بيقول عبده ورسول، الاثنين صح، بس تشهد عبد الله بن عباس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ومحمد رسول الله دي قرآن، محمد رسول الله والذين معه جزء من القرآن، وبالتالي تبقى أفضل لأنها لقرآنياتها، خدت بالك؟ كل دي تفاصيل داخل المذاهب، لكن لا بأس أنك أنت تقرأ أي تشهد، كله صح، واضح؟ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. على سبيل، على سبيل هنا الصلوات على سبيل أنها للاستئناف، يعني خد بالك إزاي مستأنفة يعني، انت تقصد هنا بيقول التحيات لله سلام عليك ايها النبي، ده اقله، حتى شال الالف واللام عشان يقول لك اقله يعني، اه ما يجراش. الخامس عشر الصلاه على النبي فيه، يبقى عندنا الصلاه على النبي ركن من اركان الصلاه، لا تصح الصلاه الشافعيه الا بالصلاه على النبي، صلاته تبطل، باقي المذاهب تصح الصلاه مع فوات الاجر، لان الصلاه على النبي باقي المذاهب سنه، والصلاة على النبي في مذهب الشافعية في الصلاة ركن في التشهد الأخير وسنة في التشهد الأوسط، كويس؟ أما الصلاة على الآل فهي سنة في التشهد الأخير، واخد بالك؟ الصلاة على الآل سنة في التشهد الأخير. والخامس عشر الصلاة على النبي فيه أي الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد، وأقل الصلاة على النبي اللهم صل على محمد، أقل حاجة. طب وفين السلام؟ ما أنت قلت قبل السلام عليك أيها النبي في النصف الأول، يبقى أنت صليت وسلمت، كويس؟ وأشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تجب وهو كذلك بل هي سنة، واضح؟ السادس عشر التسليمة الأولى، يبقى السلام عندنا ركن خلافا للأحناف، يبقى السلام عندنا ركن، لو ما قالش السلام عليكم أقل السلام عليك مرة واحدة، السلام عليكم، ولو هيقول مرة واحدة يقولها بالمواجهة ما يقولهاش في جهة اليمين، لو هيكتفي بتسليمة واحدة يقولها من المواجهة، لكن لو هيقول تسليمتين يبقى يقول يمين وشمال. والتسليمة الأولى لأنها ركن، طب والتانية سنة، خد بالك؟ عشان كده احنا بنتكلم في الاركان، فقال لك تسليمها الاولى. ويجب ايقاع السلام حال القعود، ما ينفعش مثلا يقرا التشهد ويروح واقف ويقول السلام عليكم وهو واقف، ما ينفعش، لازم حال القعود.
وأقله السلام عليكم مرة واحدة، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا. يقول السلام عليكم في المواجهة ورحمة الله، يتوجه لليمين ويرجع تاني السلام عليكم ورحمة الله ويتوجه لليسار. كويس؟ في وبركاته، في وبركاته في بعض الأوجه عند الشافعية، لكن احنا بنتكلم عن الراجح. الراجح السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. في تفاصيل على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله بس في الشمال. كل ده تفاصيل واردة في المذاهب المختلفة، لكن احنا بنتكلم على اختيار الشافعية. واضح؟ السابع عشر نية الخروج من الصلاة، وده وجه مرجوح. يعني في وجه يقول لك لما تيجي تسلم تنوي كمان الخروج من الصلاة، زي ما نويت في تكبيرة الإحرام انك تدخل في الصلاة تنوي مع التسليم الخروج من الصلاة، بس ده وجه مرجوح. وقيل لا يجب ذلك، أي نية الخروج، وهذا الوجه هو الأصح. الثامن عشر ترتيب الأركان حتى بين التشهد الأخير والصلاة على النبي. يعني ما ينفعش تجيب التشهد الأخير تصلي على النبي الأول وبعدين تقول التحيات لله، لازم تقول التحيات لله وبعدين تصلي على النبي بعد الشهادة. واخد بالك؟ لازم الترتيب. ما ينفعش بعد قراءة الفاتحة تسجد سجدتين وبعدين تقوم تركع، ما ينفعش، لازم الترتيب. قيام مع قراءة الفتحة وبعدين ركوع وبعدين رفع من ركوع وبعدين سجدتين وجلوس بين السجدتين، هذا الترتيب مطلوب، ركن في حد ذاته. ترتيب الأركان حتى بين التشهد الأخير والصلاة على النبي فيه، وقوله على ما ذكرناه يستثنى منه وجوب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام، المقارنة الحقيقية يعني، ومقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي فيه، بيبقى ركنين متقارنين في وقت واحد، بتبقى جالس للتشهد الأخير وبتقرا التشهد الأخير، فمقارن ركنين متقارنين مع بعض، زي في الأول عندنا ركنين متقارنين ببعض وهي النية مع تكبيرة الإحرام. والله تعالى أعلى وأعلم. سنن الصلاة قبل الدخول فيها نقولها بس لأنها سهلة، الإذان والإقامة وخلاص. سنن الصلاة أي صلاة الفريضة قبل الدخول فيها هي الأذان والإقامة. الأذان وهو لغة الإعلام وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت الصلاة مفروضة. يبقى صلاة الفريضة هي اللي فيها الأذان، صلاة النافلة ما فيش فيها الأذان. نداء صلاة النافلة تقول الصلاة جامعة، ما فيهاش الأذان، الأذان للصلاة الفريضة. وألفاظه مثنى إلا التكبير أوله فأربع، معروف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أوله كده أربع تكبيرات مش كده برضو، وبعدين مثنى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مع التسويب. التسويب يعني إيه؟ يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله الأول بصوت منخفض، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، وبعدين تقول أشهد أن لا ترفع بقى. يبقى التسويب انك انت تقولها تكررها الاول قبل الرفع صوت بها. واضح؟ وبعدين اشهد ان محمد رسول الله برضو يقولها بصوت خفيض يسمعه القريب منه، وبعدين يرفع بها بعدها. وبعدين حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين. في صلاة الفجر في اذان الفجر الصادق يزود بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، وبعدين يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مفردة في آخر الأذان. هكذا ترتيب الأذان. وإلا التوحيد آخره فواحد، اللي هي لا إله إلا الله آخر الأذان. ويسن بعد الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تسأل الله له الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، فمن فعل ذلك وجبت له الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة مخصوصة لأن النبي له شفاعات كثيرة. الإقامة وهي مصدر أقامة ثم سمي به الذكر، يشترط طبعا في الأذان الذكورة، ما ينفعش إيه تخلي امرأة تأذن، يشترط فيه الذكورة، ولا يشترط فيه الوضوء ولا زوال الحدث الأكبر. يعني حتى لو جنب يقوم يأذن ويخش يغتسل، ولكن لو جنب لا يؤذن داخل المسجد، يؤذن على باب المسجد وبعدين يخش يغتسل بعد كده. كويس؟ لأنه ممكن يكون قام وهو على جنابة ووقت الصلاة جه، فلو قعد بقى يغتسل ويعمل الأذان هيفوت وقته، ففي الحالة دي أذن على باب المسجد
وبعدين يغتسل ويدخل بعد كده ويبقى يقيم الصلاة براحته. ياخد بقى يعمل بقى، هو الحكاية دي نادرة ما بتحصل. يعني انت شيخ بقالك سنين طويلة، حصل انك انت اضطريت لهذا؟ دي احكام بنقولها بس. فلما تبقى مرة حصلت لك واذنت على باب المسجد، كأن النور مقطوع يا اخي، مش هيجرى حاجة، ما في مساجد تانية هتجبر النقص، واخد بالك؟ لكن ما تخشش وتهجم وتقول للضرورة، ما فيش ضرورة، لان في مساجد اخرى بتأذن، والاذان نفسه مش ضرورة في كل مسجد يعني، واخد بالك؟ هو الضرورة انه هو في الحي يبقى في اذان واحد ولو في الحي، هي دي الضرورة. فطالما قام بها غيرك خلاص، لانه سنة على الكفاية. شو حكمه كده؟ سنة على الكفاية. والإقامة وهي مصدر أقامة، ثم سمي به الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة، طبعا بيزود فيها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح، وبيقول حي على الصلاة حي الفلاح، فيه مثل مفردة خلافا للأحناف. الأحناف عندهم الإقامة بنفس الأذان كأنه بيأذن، الأحناف كده إقامتهم زي الأذان بالضبط، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دي إقامة الأحناف. فلو دخلت مسجد لقيت واحد بيقيم الصلاة كده لا تعترض، واضح؟ فيش داعي للاعتراض، الاعتراض علامة الجهل في مثل هذه الأمور، لأن ورد عن النبي إن كان أقام كده، ده في 16 صيغة للأذان واردة عن النبي، اللي انت بتسمعها دي احدى واحد على 16 من الصيغ الأذان، بس اتفقت على الأمة واستقر عليها الناس على سنين طويل. لكن لما تقرأ بعد كده صيغ الأذان تلاقيها واردة حاجات كتيرة فيها، في وارد وأشهد أن عليا ولي الله، وارد كمان صيغ وارد، شوف قد ايه وارد ولها أسانيد، وخدها مين؟ خدها الشيعة بيقولوا بيها. طب ما سيدنا علي ولي الله صحيح، هي غلط؟ هي كلمة غلط يعني؟ مش كلمة غلط، كفر يعني؟ مش كفر، ما هو ولي الله صحيح، مش كده برضو؟ ووردة. والأذان ليس قرآن، والنبي زاد فيه لما جاء سيدنا بلال قال له الصلاة خير من النوم، قال له ايه؟ اجعلها في أذانك يا بلال، مش كده برضو؟ يبقى الأذان يعني ليست له نفس قدسية القرآن يعني، واضح؟ لدرجة أن لما كان الدنيا تمطر يقوموا يقولوا في وسط الأذان مكان حي على الصلاة، ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، في وسط الأذان، كويس؟ قد يأخذ قدسية لأنه شعيرة يعني. إحنا مش بنقول إنه مش مقدس، ده ذكر الله، لكن إحنا بنتكلم إنه يجوز إضافة بعض الأشياء فيه لبعض الضرورات الشرعية اللي قايل، ولو نقص منها حاجة نسيانا الدنيا ما تهدتش، نعلمه لكن الدنيا ما تهدتش. وعلشان كده قالوا لو زاد لفظ السيادة في أشهد أن سيدنا محمد رسول الله داخل الأذان لا بأس، بل هي مستحبة. وذهب ذلك الشافعية وكثير من الحنابلة وكثير من المالكية وكثير من الأحناف، أنك تزود لفظ السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الإقامة والأذان والصلاة، كويس؟ يبقى كل ده جائز ما فيهاش مشكلة. وفي كتاب تشتريه تشنيف الأذان في استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والأذان، تشتريه بيتباع، كتاب متقلب بقاله 60 سنة، وجايب لك جميع الأدلة على استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام، كتاب قد كده قد كده 160 صفحة، بيبحث لك في المسألة دي، وكتاب قيم لأنه جاب لك جميع صيغ الأذان الواردة بأسانيدها المتصلة، واخد بالك؟ بكتب السنة المعتمدة كلها عشان يوسع مداركك، وكيفية مشروعية الأذان والحاجات دي كلها، وجايب لك في الآخر مشروعية الزيادة لتأليف أبي الفيض أحمد الصديق الغماري، كتاب اسمه تشنيف الأذان، كتاب لطيف يستحق أنك تقرأه، يوسع مداركك في إيه؟ في مآخذ الفقه المختلفة، لأنه مشحون بقواعد أصولية ومشحون بقواعد لغوية ومشحون بقواعد عرفية ومشحون بأقوال العلماء في المذاهب المختلفة، فكتاب مليان يعني علوم. تشنيف الأذان باستحباب الصلاة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والآذان.
وعشان كده في مسجد الأشراف احنا بنقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان بالميكروفون، واخد بالك؟ ماشيين على هذا المذهب، واخد بالك؟ ما يجراش حاجة. طب واللي ما بيقولش؟ أذانه صحيح. طب واللي ما بيقولهاش في صلاة؟ صلاته صحيحة وجميلة، مفيهاش حاجة، واخد بالك؟ طب واللي بيقول؟ صلاته حلوة وجميلة، وما نتخانقش. طب أمال إيه حديث لا تسيدوني في الصلاة؟ حديث باطل، موضوع لم يقله النبي، ده قاله واحد تاني جاهل ما نعرفش جاب منين، لأنه حتى من حيث اللغة خطأ. كان المفروض يقول لا تسودوني في الصلاة، مش لا تسيدوني، خصوصا أنه لم يرد له إسناد، فإسناده كذاب عن كذاب عن كذاب عن ابن كذاب، وفي الآخر قال رسول الله لا تسيدوني في الصلاة، فده إسناد مش معروف، واضح؟ خصوصا أنه هو قال أنا سيد ولد آدم، هو النبي سيد ولد آدم يوم القيامة، وسيد ولد آدم في الصلاة، وسيد ولد آدم في الأذان، وسيد ولد آدم وإحنا ما بتصليش، وسيد ولد آدم وإحنا نايمين، وسيد ولد آدم في كل الأحوال، ولا هو سيد ولد آدم في كل الأحوال إلا في الأذان؟ فهمت إزاي؟ فعلشان كده الحكاية سهلة. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكمل الثلاث القادم إن شاء الله، وجزاكم الله خيراً.